محمد سعد دوما اخو احمد دوما الناشط السياسي عضو مرشح حركة الشباب الثورة العربية. ايه رايك النهارده لما قالوا ان هو هيترحل في سجن دمنهور؟ كلام من كلام الداخليه وكلام من كلام مرسي وحشاته يعني مفيش جديد. هي البلد زي ما هي من 2000 ومن قبل 2000 زي ما هي مفيش جديد. داخليه زي ما هي بلطجيه بتبلطج علينا بتخطف الناس زي ما اتخطف الجندي ولقيناه جثه زي ما اتخطف كريستي ولقيناه جثه زي ما اتقتل جيكا محمد محمود النهارده اتخطف احمد دومه ومش عارفين مصيره ايه. هيبقى زيه زي اللي قبله ولا هيخرج ولا ايه؟ ده مسجون بناء على حكم قضائي صح؟ ده حبس احتياطي نيابه عنده لا عنده قضاء معرضات نيابه حبسته 4 ايام. اللمه دي هنا لازمتها ايه؟ انا اعرف من الجرايد ومن الاعلام ان احمد دومه سابرك بالله انا اعرف من الاعلام ان هو اتحبس. انا ما اعرفش هو اتحبس القضيه فين يعني كلام حد ما ثقش في كلامه وانا ما ثقش فيه ولا ثق في الوزاره اللي هو شغال فيها ولا في الحكومه اللي هو تابع ليها ولا الدوله كلها ومؤسساتها من اكبرها لاصغرها. كلام تثبيت عشان يمشينا وخلاص مش اكتر من كده بس. طب ناويين تعملوا ايه دلوقتي؟ بكره الصبح ان شاء الله في يعني احنا منتظرين تليفون المعالي اللي هو طارق يعرفنا احمد دوما فين وفي جلسه المفروض بكره في طنطا نفس قاضي التحقيق او المستشار النيابه العامه اللي اداله قرار 4 ايام. بكره في جلسه ثانيه جلسه التجديد لاحمد دوما في طنطا في نيابه طنطا. هنشوف بكره ايه اللي هيحصل يعني منتظرين قرار بكره من النيابه. مصطفى جبروني ستات واقف النهارده ليه يا مصطفى؟ هو طبعا عرفنا ان احمد دوما خد 4 ايام حبس تهمه اهانه الرئيس شيء مش مفهوم. احنا ما عندناش رئيس اصلا بس بغض النظر عن قرار النيابه ان ده قرار حبس احنا ما يهمناش ده. احنا يهمنا نعرف احمد دوما نفسه كده. يعني النيابه قالت ان هو اترحل من دمنهور رحنا سجن الابعاديه امبارح انكروا ان هم يعرفوا عنه حاجه. رجعنا لمديريه الامن مدير الامن الناس تبعنا اتصلوا بمدير الامن مدير الامن قال انه مش موجود عندنا. رجعنا ثاني سجن الابعاديه كان السجن اتشمع وما عرفناش اي حاجه. النهارده برضو اكتر من حد طريق زملائنا المحامين نتواصل مع الناس ان احنا نحاول نعرف مكانه مش عارفين. جينا عملنا وقفه قدام مديريه الامن على امل ان حد ينزل لنا ونعرف مكان احمد فين. من حق اي مواطن محبوس انه يعرف ان اهله يعرفوا مكان حبسه. فنزل لنا احد اللواءات بتاع طارق اعتقد انه في دار المديريه قاعد يتكلم في اشياء قانونيه ان الحبس بيبقى تبع النيابه ومديريه الامن مالهاش علاقه. وفي النهايه وعدنا ان هو هيحاول يعرف مكانه بكره الصبح الساعه 10 هيتصل بينا ويقول لنا مكانه. فاحنا مشينا على وعد اللواء ده هو عشان برضه عشان كانت المديريه جابت ناس بسكاله غريبه كده واخدت وسطينا. فاحنا قلنا نمشي وبكره ان شاء الله الساعه 10 هنتابع مع زمايلنا في طنطا قرار النيابه وهنشوف اللي هو طارق هيصدق في وعده ولا لا. شكرا.